السلام عليكم. ما لي أرى أناسا في كل يوم يقرؤون قل هو الله أحد، وفي آخر السنة يحتفلون بعيد من قالوا أنا لله ولد. للأسف في هذا الوقت تكثر رسائل التهنئة بعيد رأس السنة، وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عمر الفاروق رضي الله عنه: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم. فالحذر الحذر يا أمة لا إله إلا الله، لا تحتفلوا بهذا العيد ولا تتناقلوا رسائل التهنية، لأنه عيد باطل ما أنزل الله به من سلطان. ختاما، انشر هذا المقطع ولا يقف في جوالك. السلام عليكم.